آخر سؤال قال: أنتم متهمون بتفرقة أهل السنة إلى جماعات. قال: ما أهل السنة يا شيخ، أنا بقصد الزعماء بتاعينهم والشيوخ والرؤساء والإداريين، واحد فيهم أهل السنة ما في، لكن الناس التحت الزول البعيد في بادية بعيدة أنصار سنة ولا غيره وما سمع الضلالات اللي عندهم ديل، ده ممكن نعذر والله ديل ما أهل سنة. طيب أنا دي كلام الليلة تحتار، دي مجلة الاستجابة، عشان أوريك ديل أهل سنة ولا ما أهل سنة، أو دي المجلة ذاتها، أنا ما قاعد أتكلم من راسي يا جماعة، بتكلم بوثائق ومستندات. عندهم مؤتمر اسمه مؤتمر وحدة الصف الإسلامي تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المؤتمر ده اللي حضروا منه يا ربي، هنا قاعد جوا المؤتمر ده، ده مؤتمر غريب وفريد من نوعه. أو دي صفحة. طيب قال: يذكر أن المؤتمر حضره قادة العمل الإسلامي، ده جوا المركز العام، لأنه فوق هنا قال لك الزمان السبت 18 ذو القعدة 1435 الموافق 13/9/2014، المكان مباني المركز العام للجماعة الخرطوم السجانة برعاية إسماعيل عثمان محمد الماحي الرئيس العام للجماعة. طيب المؤتمر ده حضر منه، شوف ده أهل سنة ولا ما أهل سنة. قال: يذكر أن المؤتمر حضره قادة العمل الإسلامي وممثلين للطرق الصوفية، وممثلين للطرق الصوفية والحركة الإسلامية وهيئة شؤون الأنصار. ده أهل سنة؟ ناس خدتوا يدهم في يد الصوفية، كيف يكونوا ده أهل سنة بيت حق؟ لسه عزيزك، شوف نحن زي ما بنرد على الصوفية بنرد على الجماعة دي، بس ما عندنا أي لعب. طيب دي جريدة آخر لحظة على التاريخ الأحد 15/2/2015، خلاص الصفحة، المهم الصفحة رقم كم ما بعرف. أنصار السنة يكرمون مرشد الطريق السمانية، هل ديل أهل سنة ونحن فرقناه؟ تعال يا عدس يقوم على عيلك وريني الكلام ده رايح فيه شنو. تقدر تتكلم في أنصار السنة المشغلين وشغال معهم؟ تقدر، وده كلامه. قال: كرم الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية الشيخ الدكتور إسماعيل عثمان بحضور النائب الأول إلى آخره. طيب كرم مرشد الطريقة السمانية بالسودان الشيخ الدكتور الطيب الشيخ الفاتح قريب الله، وذلك خلال احتفال الجماعة أمس بتوزيع 50,000 مصحف مقدم من الملك عبد الله الراعي. والله الملك عبد الله لو عرفكم دار تكرموا بها الصوفية كان جلدكم يا أنصار سنة، شفت كيف؟ قال: وقال الشيخ قريب الله في تصريح خاص لآخر لحظة، الشيخ الصوفي ذاته محتار، يا أخي نحن بنحارب الصوفية دي لنا كم سنة، الآن بقوا سمنة على عسل مع أنصار السنة وبيكرموا كمان. أنت نشرت الشركة هاي، تعال نكرمك، نشرت الضلال هاي، تعال 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 يا حبيبي نكرمك جوا المركز العام. طيب قال: قال الشيخ قريب الله في تصريح خاص لآخر لحظة إن تكريمه حاجة جميلة جدا، مبسوط البليد ما لقانا هناك عشان كان نطرش الأكله. طيب قال: إن تكريمه حاجة جميلة جدا ويدل على وحدة الصف بين الصوفية وأنصار السنة. ديل أهل سنة نحن فرقناه؟ ديل أهل سنة نحن فرقناه؟ هل نحن والصوفية صفنا واحد وحدة الصف؟ زول بيقول الله براه بيخلق، والبرع يقول غير الله بيخلق، اهو ده موجود. تقال انا جبته من بعيد، ده البرع، ده البرع ذاته. زول يقول الله بيحيي الموتى براه، والسمانية، سمانية عندكم هنا الطريقة سمانية، السمانية يقولوا غير الله بيحيي الموتى كما في كتاب، كتاب طيب النصرة العلمية، وهو قال، قال ذكر بدأ بالصفحة رقم 358، قال ذكر الإمام الشعراني في ترجمة سيدي الشيخ إبراهيم المدبولي قدس الله سره
أنه كان يسأل الفقراء القاطنين عن أحوالهم ويواسطهم، فرأى يوما شخصا منهم كثير العبادة ناقص الدرجة. حسي ده يعرفوا كيف ناقص الدرجة عند الله، يعرفوا كيف؟ قال عين كده لقى ناقص الدرجة مع أنه كثير العبادة. فقال له: لعل والدك غير راضي عنك. ده بتاع السمانية، ده الكرمون، أنصار السنة، طريقة دي من الطريق دي. قال: لعل والدك غير راضي عنك. فقال: نعم. وده علم غيب بعد، مو كيف؟ ربنا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فقال: نعم. قال: أتعرف قبره؟ أنت عارف قبر أبوك وين؟ وطيب عرفوا إنه والده ما راضي عنه، علم الغيب، صح ولا ما صح؟ وعلم إنه عند الله درجته ناقصة مع إنه كثير العبادة، ما يعرف قبر أبو الزول ده كيف؟ قال: أين قبره؟ قال: شو اللعب ده كيف؟ أتعرف قبره؟ قال له: قال: نعم. قال: إذا بنا إلى قبره لعله يرضى. قال الشيخ يوسف الكردي: لقد رأيت والده خرج من القبر ينفض التراب عن رأسي حين ناداه الشيخ. ها؟ حين ناداه الشيخ، فلما استوى قائما قال الشيخ: الفقراء جاءوا شافعين ليطيب خاطرك على ولدك هذا. فقال، ده الوالد اللي قام من القبر، فقال: أشهدكم أني قد رضيت عنه. فقال: ارجع مكانك. فرجع وقبره بالقرب من جامع شرف الدين برأس الحسينية. ده كرموا الجماعة ديل. خلاص أديك تاني، ده برضو بتاع السمانية، ده برضو بتاع السمانية، الكرموا من صار السنة، ده برضو بتاعه في الصفحة رقم 78، وأنا ركزت لك هنا على السمانية بس لأنه ديل كرموا. صفحة رقم 78 في كتاب قلائد الذهب، عبد المحمود ابن الشيخ نور الدائم سماني الطيبي، قال: ومن كلامه رضي الله عنه: أنا موسى عليه السلام. طيب، أنا موسى عليه السلام في مناجاته، مناجاته لربنا، قال ده الشيخ الصوفي، ده ما ده هو ذاته. أنا علي رضي الله عنه في حملاته، قال هو علي بن أبي طالب برضه. أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبس منهم من شئت، وبيدي جنة الفردوس فتحتها. من قال؟ أي نعم. أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته. أنا بيدي أبواب النار غلقتها، وبيدي جنة الفردوس فتحتها. من زارني أسكنته جنة الفردوس. ديل الكرموا من صار سنة. هل ديل أهل سنة نحن فرقناهم؟ ولا ديل ناس ملقطين وعطالة ومجرمين؟ ولا يا جماعة؟ أي. لكن ما والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا خالق إلا إياه. عرفت كلامي؟ إن شاء الله العدس ده يجينا أجغموا ليك لما نتكيف. فهمت كلامي ولا ما فهمت؟ طيب. طيب. قال: وقال الشيخ قريب الله في تصريح خاص، قال لآخر لحظة، طبعا الناس آخر لحظة كمان يعجبوه، تصريح خاص، خاصة واحد مشرك، خاص يعني شنو يعني؟ إن تكريمه حاجة جميلة جدا، والله أنا دي أكثر حاجة غيظاني، محرقة بشباشي ذاته. طيب، كرموه وأكل زلابية وأكل كيك داخل مباني المركز العام، قروج بتجي من السعودية ومن غيره للناس الموحدين وللدعاة إلى الله يأكلوها للعفن ده. خلينا منه. طيب، تكريمه قال حاجة جميلة جدا، أها يا صوفي يا بليد، ويدل على وحدة الصف بين الصوفية وانصار السنة، صدقت يا صوفي، لكن بين السلفيين وبين انصار السنة لا يمكن، لأن ربنا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. أبوك يدعو غير الله ويعتقد على غير الصوفية دي، ده ما يجوز تواديه، تواده أبدا. صح، وصاحبهما في الدنيا معروفة، صح، لكن ما تود تحب من قلبك أبدا تيجي تكرمه. قال: تكريمه حاجة جميلة جدا ويدل على وحدة الصف بين أنصار السنة والصوفية، مبينا أنه من وقت طويل، ده الصوفي يدعو إلى اجتماع ووحدة أنصار السنة والصوفية والأخوان المسلمين ضد التحديات. وأكبر تحدي نحن ملاقينا في الكرة الأرضية الصوفية والأخوان المسلمين، ده أكبر تحدي. كيف نتوحد معهم؟ يا تحديات تانية،
أي زبالة، أي بدعة، أي شرك، أي ضلالة، أي إجرام جابوا الصوفية بمعاونة الأخوان المسلمين إلى آخر ما قال الصوفي. فرحان طبعا يعرض لأنه لقى البلد خلى، والمثل قال البلد الما فيها تمساح يقدل فيها شنو؟ الورل. شفت كيف؟ ده واحد من جمعية الكتاب والسنة، صديق العدسي، صديقه الروح بالروح، وقال دار ناظرني وعمل قال 4 ولا 3 محاضرات شنو كده حاجة شنو والبريك والضيق والحرج والضيق، ورد على مزمل الفقير 1 ألف 2 3 في مسجد الفتح بتاع محمد الأمين إسماعيل، وناس العدسي فرحانين ومبسوطين خالص خالص. وين إيماد مال ورقة دي؟ طيب عنده المهم مع ناس شبكة المشكات موجودين، مع شبكة المشكات أبو هريرة، اسمه أبو هريرة عبد الرحمن حامد، عنده معنا شبكة المشكات السرورية، عنده معاهم تعاون واضح جدا في إعلان هنا قلعنا من الحيطة من جامعة النيلين موجودة. البقعة دي كلها بدع وسخ حقت النازل كلها البقعة. طيب ده محمد الأمين إسماعيل، هو ده فاتح خشمه هنا ومطلع سنونه. المعاودة المنو أهل سنة، المعاودة المنو يا ربي، النازل المنو المعاود، ده محمد الأمين إسماعيل، ده محمد الأمين إسماعيل. طيب ده محمد الأمين إسماعيل المعاود المنو، ده محمد عبد الكريم أكبر سروري في السودان وأكبر مبتدع وضال، محمد عبد الكريم هو ده. وده دكتور آدم إبراهيم الشين، ده أخو مسلم سروري تابع لسيد قطب لعبد الحي محمد عبد الكريم، ضال مضل سكن الحاج يوسف، عرفت كلامي؟ وده برضه معاهم عادل على الله، برضه معاهم، وده شغالين معاهم برضه. احنا فرقنا سلفيين كده رقم 3. ده واحد انا ما هذكر اسمه لمصلحة شرعية، لكن هو واحد من قيادات جماعة أنصار السنة المحمدية، دي مجلة اسمها نبض الشباب، خلاص عندهم ورشة الموسيقيين القومية الأولى، ورشة بتاعت موسيقى، ده زول من أعظم شيوخ المركز العام، كلكم بتعرفوا، ما أقدر أذكر اسمه لسبب شرعي. قال الإدارة العامة للشباب فعاليات ورشة الموسيقيين القومية الأولى للشباب تحت شعار نحو أداء موسيقي متقن برعاية الشيخ بتاع أنصار السنة، لليلة أنصار السنة، ولليلة من قواد ورؤساء أنصار السنة في المركز العام، لليلة أتحداهم كله منكم. شفت كيف؟ الآن من أساوين وجماعة وراسمين هنا البتاع الزنبار الكبير الملولو وديك، وراسمين لهم شنو؟ كمانجا. هاي قاعد خليه بس لما نشيلوه برا بنجي نتكلم عنه ده. هذا منهج، لما نشيلوه برا بنجي نتكلم عنه ان شاء الله، نجيب لكم اسمه عداد. طيب ده برضه هو ذاته خليه. ده برضه انصار سنه الان كبير جدا من القيادات، مش زول ساكت تابع، اسمه ده برا شالوه برا نتكلم عنه، كان في الحكومة نزل وشاتوه برا، اسمه الأستاذ حاتم حسنين فضل الله، ودي صورته. نازل انتخابات انتخب وقال مرشحكم المستغل. هم قالوا دخلنا السياسة عشان نصلح، مش كده؟ طيب أعظم الإصلاح شنو يا جماعة؟ بدأ من وين؟ من التوحيد. نشوف الزول ده دعوته كانت للتوحيد لما نزل انتخابات ذات خالف ونزل، خالف المنهج ونزل، خلاص نزلت. أنا شوف دعوتك شنو؟ أول حاجة قال الرمز رمز الجرس. اها واحد قال من مواليد مدينة الثورة الحارة 77 خطيب مسجد النعمان بالجميعاب، امين فريق الشغل الريادي بالثورة، رئيس جمعية المخترعين الشباب السودانيين، بيدعو لأربع اشياء. اسمع الكلام ده، فوقه توحيد، واحد دعما للمعلمين وقوفا مع العمال، نصرة للمصدومين، معالجة مشكلة البطالة. لقاك توحيد، هي الحاجات دي كويسة، لكن لقاك توحيد أساس الدين فينا يا ناس، زي ناس فشلة، يعني فرقنا على السنة برضو.
ده واحد او ده خليه وده مجنون. طيب والله الناس دي ضالين ضلال ضلال مبين يا ناس. اسماعيل عثمان ده هنا بيسألوه، ده رئيس انصار السنة، بيسألوه عن الصوفية، قال لي رأيك شنو في التصوف؟ ما رأيك يا دكتور يا رئيس انصار السنة، رأيك شنو في التصوف؟ ورينا ما رأيك. قالت التصوف مجموعة من السلوك والأخلاق الفاضلة، وهو موجود داخل القرآن، موجود هنا في الجريدة لقاء مع الدكتور إسماعيل عثمان، وده كله شفت الشغل ده كله وثائق ومستندات قوية جدا جدا، من أقوى الوثائق والمستندات، ما يقدر يتكلموا عنها أبدا. فده كلام كله باطل. نحن ما فرقنا أهل السنة، نحن فرقنا بين أهل السنة وأهل البدعة، زي ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا فرق بين الناس، جاء يفرق، وكان من صفاته المفرق بين الحق وبين شنو يا جماعة؟ الباطل. ففرقنا بين الحق والباطل وردينا على أهل الباطل، وكل البتاعة دي ملانة حجازي كلها، وكل ما تنزل تلقى الأسود. طيب في سؤال؟ أتباع العدسي يخلوا العدسي، والعدسي يخلي المنهج الباطل، بس انتهى الموضوع. العدسي الآن ماشي مع السرورية، وتاني رجع بيجيبوا له حاجات في قناة طيبة، العدسي ذاته قناة طيبة دي حقت أهل السنة ولا حقت السرورية أهل البدع؟ شغال معاهم، ما يجي يكذب لك هنا، ما يجي يكذب لك وينافق، شغال معاهم لليلة، وده منهجه، وده منهجه، وما يكذب يقول هؤلاء الشباب وما هؤلاء الشباب، والله جاهز ليك بإذن الله عز وجل. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.